تالله إن كنا لفي ضلال مبين في الدنيا يعني إذ نسويكم برب العالمين. ندعو الله وندعوكم الله بدينا ولد وداك بدي ولد. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين. المشرك ما عنده شفاعة ولا صديق حميم. ودي كلها ربنا هذه الأمثال ربنا ذكرها في القرآن. عشان كده ربنا قال لهم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. السعدي رحمه الله قال هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لمن يرجو غير الله نفعا وضرا ونصرا وأنه لا يملك له النفع والضر والنصر كما أن العنكبوت اتخذت بيتا ليحميها من البرد ومن الحر ومن المطر وهذا البيت لا يحميها من البرد ومن الحر ومن المطر كمثل العنكبوت. يحزر يخلي ربنا الخالق الرازق البدي والنفس يمشي له لعظام رميم كفنا وغسلا ودقلا طوب وحفرا وحشرا جوا وسوا بالتراب ودقلا سيراميك وقبة وضرب جير تمشي تدعو تاني عشان يسوي شنو عنده شنو تاني. ولذلك قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون.